يا مغيث أغث المسجد الأقصى يا الله، يا مغيث أغث المسجد الأقصى يا الله. اللهم إن الظالمين قد اعتدوا علينا وظلمونا ونكلوا بنا يا الله، ولا نصير ولا ظهير ولا سند لنا وللأقصى إلاك يا الله. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم من فوقهم سوط عذاب، إنك لهم ولأعوانهم وأذنابهم لبالمرصاد. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وآية يا عزيز يا جبار.